مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. يا مساء الانتصارات ومساء الروح الفانيلا الحمراء اللي اكيد كانت السبب والسر في كل انتصارات النادي الاهلي. فريقنا الحمد لله قدم امبارح عرض كويس جدا، عرض اكتر من رائع قصاد شباب تستورة الجزائري. حقق طبعا فوز بثلاث اهداف نظيفه وتاهل كمتصدر للمجموعه الرابعه في دوري ابطال افريقيا. واللي بيراهن على النادي الاهلي وعلى روح لعيبته ومعدنهم اكيد ما بيخسرش ابدا. ناس كتير جدا كانت بتشكك اكيد في قدرات النادي الاهلي وفي قدرته ان هو يفوز ويحقق امبارح الفوز على شباب تستوره، لكن كان عندنا ثقه كبيره جدا. شفتوا كمان ازاي جماهير النادي الاهلي كانت واقفه ورا النادي الاهلي ودعمت اللعيبه، وكان الرد جوه الملعب. النادي الاهلي تاهل ربع النهائي ومستني طبعا القرعه دلوقتي اللي هتقام يوم الاربعاء اللي جاي عشان نعرف هنقابل مين في دور الثمانيه باذن الله. كمان النادي الاهلي بقى خلاص قفل ملف بطوله افريقيا، هنقفله لفتره مؤقته اكيد، وبكده هنبتدي دلوقتي ان احنا نستعد لمباراه القمه قصاد نادي الزمالك اللي هتكون يوم 30 مارس الجاري، لانها اكيد مباراه مهمه جدا. اكيد المباراه دي هتحدد كمان بشكل كبير المنافسه في بطوله الدوري المصري الممتاز. هيكون كمان معانا النهارده جوله كبيره جدا في كل الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي كالعاده، وكمان كل ردود الافعال بعد مباراه امبارح، وجوله كمان في الصحافه في المواقع الالكترونيه والسوشيال ميديا. وهيكون كمان ضيفنا النهارده وضيفكم استاذ عصام شرطوط رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. وكالعادة بنبتدي حلقتنا دايما بأهم وأبرز العناوين. لاسارتي حققنا المطلوب بتخطي دور المجموعات والقادم أفضل. سيد عبد الحفيظ النسخة الحالية لدوري الأبطال أقوى من الماضية. معلول وهاني في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أفريقيا. الفريق الأول يبدأ الاستعداد للزمالك الأربعاء. اليوم حفل افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة في الأهلي. معسكر المنتخب الوطني ينطلق اليوم لخوض مباراتي النيجر ونيجيريا. كلوب يواصل الدفاع عن محمد صلاح. هنبتدي معاكم كالعادة بأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. الأهرام، الأهلي ينهي مغامرة الثورة الجزائري بثلاثية نظيفة مع الرافة. نادي القرن يقدم أفضل مبارياته الأفريقية ويتأهل لدور الثمانية. ومعلول نجم فوق العادة. الأخبار المسائي، الأهلي يسطع في سماء أفريقيا. اكتسح الثورة الجزائري بثلاثية وتأهل لربع نهائي دوري الأبطال. الأخبار، الأهلي يتصدر مجموعته ويتأهل للثمانية الأفريقي. فاز على الثورة بثلاثية ومعلول نجم المباراة، وسيمبا يرافق بطل مصر. المسا، الأهلي وعد وصعد. المسا، الأهلي غول بمروان ومعلول، سحق شبيبة الثورة الجزائري بثلاثية نظيفة وتأهل لربع النهائي. الأخبار المسائي، الأهلي الجبار ولعها نار في دوري الأبطال. روز اليوسف، استراحة محارب في الأهلي لاسارتي يطلب تسجيلات مباريات الزمالك. اليوم السابع، الخطيب يبحث الملفات الشائكة في الأهلي. الموافقة لهشام محمد على أداء العمرة، ومرتجي يبحث الترتيبات النهائية لبطولة الأحمر الدبلوماسية. الجمهورية، جمعة متمسك بالأحمر، فتحي والساحر وجمال يعودون لتدريبات الأهلي.
نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الجرايد، ونبتديها مع جريده الاهرام اللي قالت ان بجداره وباستحقاق تاهل النادي الاهلي لدور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا بعد ما فاز فوز كبير جدا على الثوره الجزائري بثلاث اهداف نظيفه مع الرقفه، تصدر بها قمه المجموعه وخرج الثوره من المنافسه بعد فوز سيمبا التنزاني على فيتا كلوب عشان يصعد مع النادي الاهلي لدور الثمانيه. انتهى الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي بهدفين نظيفين احرزهم مروان محسن، واضاف الشحات الهدف الثالث قبل نهايه المباراه بتسع دقائق. بالفوز ده تصدر النادي الاهلي قمه مجموعته برصيد 10 نقاط، وجه سيمبا التنزاني في المركز الثاني بعد فوزه على فيتا كلوب برصيد 9 نقاط. كمان قدم النادي الاهلي واحده من افضل مبارياته الافريقيه في الموسم الحالي، وقدر ان هو يحقق الفوز بجداره، ما تاخرش كتير، جه الهدف الاول ليه بعد 30 دقيقه من عمر المباراه عشان يتخطى اللعيبه الحاجز النفسي ويقدموا مردود جيد جدا، خصوصا طبعا الثلاثي اجاي ومروان ومعلول في الشوط الاول، واستلم القياده رمضان صبحي مع ناصر ماهر في الشوط الثاني. هتكون ان شاء الله قرعه دوري ابطال افريقيا لدور الثمانيه يوم 20 مارس الحالي في القاهره. كمان روز اليوسف قالت ان قفل النادي الاهلي ملف البطوله الافريقيه مؤقتا بعد ما فاز امبارح على شباب الثوره الجزائري 3-0 وتاهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا. هيبدا الاستعداد لبطوله الدوري اللي هيرجع ليها ان شاء الله بمواجهه نادي الزمالك يوم 30 مارس الجاري، وطلب لاسارتي تحضير تسجيلات لمباريات نادي الزمالك عشان يدرس نقاط القوه والضعف في الفريق استعدادا للمواجهه المرتقبه، واللي هتكون مؤثره اكيد بصوره كبيره جدا في مشوار النادي الاهلي للحفاظ على اللقب. اليوم السابع كمان قال ان بيحسم مسؤولين النادي الاهلي خلال فتره توقف الدوري الحاليه عده ملفات كرويه هامه لم يستطع النادي ان هو ينهيها بسبب الارتباطات المتتاليه محليا وافريقيا، واللي كان اخرها اكيد مواجهه شباب الثوره الجزائري امبارح يوم السبت على ملعب برج العرب في ختام منافسات دور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا. هيبحث كابتن محمود الخطيب مع مدير الكوره خلال الفتره اللي جايه ملف الاجهزه الطبيه المقرر ان هو يتم استيرادها للنادي عشان تساهم في سرعه علاج اللعيبه من الإصابات اللي بيعانوا منها باعتبار أن الفريق اشتكى كتير جدا مؤخرا من الإصابات. وبيبحث رئيس النادي الأهلي مع مدير الكرة والدكتور خالد محمود طبيب الفريق كيفية الخروج من مأزق الإصابات بالشكل اللي بيبعد الفريق عن الأزمة دي، وأكد المصدر أن رئيس النادي الأهلي هيعمل دراسة لكل العقود الخاصة باللعيبة مع عبد الحفيظ عشان يعدل من يستحق التعديل، وبيتطلع رئيس النادي الأهلي لمناقشة ملفات كتيرة جدا خلال الفترة القادمة فترة توقف الدوري ارتباط المنتخب الاول بمباراتي النايجر في تصفيات امم افريقيا 2019 وكمان مباراه نيجيريا الوديه والمقرر خوضها في مارس الجاري. ومن ناحيه ثانيه وافق جهاز الكوره في الفريق على سفر هشام محمد لاعب وسط الفريق للسعوديه عشان يعمل عمره هناك بعد طبعا ما تم استبعاده من مواجهه شباب الثوره الجزائري بسبب الاصابه. اثبتت الاشاعه معاناه هشام محمد من التهاب في اوتار الركبه، وده اكيد هيبعده عن التدريبات خلال الفتره اللي جايه. كمان الجمهورية قالت ان تمسك صالح جمعة لاعب الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي بالبقاء في صفوف الفريق واغلاق ملف الرحيل عن الفريق برغم ان هو تلقى عرض للعودة مرة تانية للدوري البرتغالي مع بداية الموسم اللي جاي، وبرغم ان جمعة ما بيشاركش مع الفريق في الفترة اللي فاتت وعدم طبعا الاعتماد عليه من قبل المدير الفني للفريق الاوروغوياني مارتين لاسارتي، الا ان هو متمسك جدا بالبقاء وباثبات نفسه لحين طبعا حصوله على فرصة للمشاركة مع الفريق في الفترة اللي جاي. وعد لاسارتي اللاعب بالاعتماد عليه في المباريات المحلية بعد مباراة القمة قصاد نادي الزمالك والمقررة إن شاء الله في نهاية الشهر الجاري، وده اللي خلاه يقفل ملف الرحيل عن القلعة الحمراء. على جانب طبعا اخر قرب الثنائي وليد سليمان وعمرو جمال ان هم يرجعوا مره ثانيه للتدريبات الجماعيه بعد ما شاركوا امبارح في جزء من تدريبات الكوره على هامش تمرين الفريق الخاص بالغايبين عن مباراه شباب الثوره الجزائري. ادى الثنائي جلسه في الجيم في اطار البرنامج التاهيلي بعد الاصابه اللي بيعاني منها كل لاعب فيهم قبل ما يخوض الثنائي جانب من تدريبات الكوره بدون الالتحامات مع بقيه الزملاء. وكمان وليد سليمان بيعاني من اصابه بجزع في الرباط الداخلي خلي الركبة، بيشكو عمرو جمال من شد في العضلة الأمامية. اللعيبة اللي غابوا عن مباراة شباب الثورة الجزائري أدوا تدريباتهم صباح امبارح على ملعب مختار الكتش بفرع النادي في الجزيرة، وخاض الخماسي محمد نجيب وأحمد علاء ومحمد شريف وصالح جمعة وإسلام محارب تدريبات بدنية، وجريوا حوالين الملعب تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مدرب الأحمال.
أدى كمان الخماسي جانب من تدريبات الكرة الطائرة بالقدم مع نهاية التمرين، وده طبعا جه في الوقت اللي بيواصل في حمدي فتحي لاعب وسط الفريق أداء البرنامج التأهيلي الخاص به. خاض فتحي جلسة تدريب في الجيم قبل ما يستأنف برنامجه التأهيلي بالجري حوالين الملعب، وجانب من التدريبات البدنية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. بيعاني حمدي فتحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية بعدته عن المشاركة الجماعية في التدريبات والمباريات الأخيرة، وبيخضع حاليا لبرنامج تأهيلي عشان يتعافى من الإصابة، إن شاء الله يرجع بالسلامة قريب جدا. كمان ده كان أهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الصحافة. تعالوا دلوقتي نشوف برضو أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: لا سارتي، حققنا المطلوب بتخطي دور المجموعات والقادم أفضل. أخبار اليوم: سيد عبد الحفيظ، النسخة الحالية لدوري الأبطال أقوى من الماضية. بوابة الأهرام: الجهاز الفني للأهلي يبدأ دراسة الزمالك قبل مباراة القمة لتحديد نقاط القوة والضعف. بوابة الشروق: معلول وهاني ودونجا في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أفريقيا. يلا كورة، حارس الثورة انقلبت المباراة بالشوط الأول والأهلي الأقوى في دوري الأبطال. كورة: الأهلي يكشف موعد عودة إكرامي وهشام محمد. فيتو: الأهلي يبدأ صباح الأربعاء الاستعداد لمواجهة الزمالك. اليوم السابع: مرتجي يبحث ترتيبات استضافة الأهلي لبطولة الدبلوماسيين. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: اليوم حفل افتتاح بطولة أفريقيا للطائرة بالأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: سيدات طائرة الأهلي افتتحنا اليوم مشواره في البطولة الأفريقية. نروح مع حضراتكم سريعا لأهم تفاصيل منشطات الأخبار اللي استعرضناها دلوقتي مع حضراتكم في مواقع الإنترنت عن النادي الأهلي، ونبتدي بالموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أبدى سعادته بنجاح النادي الأهلي في الفوز على شباب الثورة الجزائري بثلاث أهداف نظيفة والوصول لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. قال لاسارتي في المؤتمر الصحفي اللي كان طبعا بعد المباراة إن هو استفاد من أخطاء المنافس، وده أكيد ساعد الفريق في صناعة العديد من الفرص. طيب هنشوف معاكم دلوقتي سريعا اهم اللي قاله المدير الفني للنادي الاهلي مارتين لاسارتي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء. Sí, en realidad este partido formaba parte, el partido ya estaba, no es un partido extra, no era una final. هو مش ماتش زياده على الجدول بتاعنا ولا فاينل ماتش. Era el partido, digamos, el sexto, el partido que nos quedaba por jugar del grupo. ده الماتش اللي كان لازم هنلعبه في المجموعة. Tocaba jugar en casa. وكان لازم نلعبه في مصر هنا. Lo único que podía ocurrir en esto era la situación mental, la presión, la ansiedad. طبعا اللي كان مؤثر ممكن هو الضغط العصبي والتوتر اللي كان ممكن يأثر على اللعيبة. De no conseguir lo que queríamos. التوتر طبعا والضغط العصبي ان احنا ما نوصلش اللي احنا عاوزينه. Pero el equipo en general estuvo bien parado. لكن الفريق كان لعب كويس وكان حمل مسؤولية. Y a partir del primer gol, bueno, se sintió más cómodo, más suelto. وبعد الجون الأولاني حسوا بأريحية وده سهل لنا المأمورية. Nosotros tenemos muchos jugadores jóvenes hoy de 10 jugadores de campo. عندنا لعيبة شباب لسه صغير. Para lo que es la Copa de África. Champions de África. Estamos hablando de Junior, estamos hablando de Ramadán, estamos hablando de Nasser, estamos hablando de Hani, estamos hablando de Karim, todos jugadores muy jóvenes y que forma parte de su proceso también de maduración, de crecimiento. Quiero destacar también la posición de Shenawi, que hoy con una situación de molestia importante en su tobillo. Él quería participar, quería estar. Y son cosas que son para destacar.
lesión. Tuvo una molestia, tenía una molestia ya en el entretiempo. En la espalda. Incluso antes de empezar el segundo tiempo se acerca al doctor a decirle nuevamente que le molestaba. Pero bueno, ya confiamos de que no va a ser importante, por lo menos, creo yo. Lo que es una pena, estando en un estadio tan bonito, pues el estadio es muy bonito, que tenga un piso tan malo, ¿no? Hoy fue el peor día, el peor. Ojalá que se pueda mejorar. De no ser así, no sé, igual vemos alguna otra situación, alguna otra posibilidad. Pero no lo hemos manejado todavía. Si nosotros no supiéramos que estaba lesionado, ¿usted hubiera dicho que estaba lesionado? Pregúntale. No. Él entiende bien. Él, si no supiera que estaba lesionado, hubiera dicho que estaba lesionado. No. كمان موقع أخبار اليوم قال إن أكد كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إن النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا أقوى من النسخة الفاتت مع اختلاف طبعا الفرق المشاركة. قال كابتن سيد عبد الحفيظ إن في مجموعة من الفرق القوية في النسخة الحالية من البطولة، وقال كمان إن النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بتشهد مشاركة فرق زي سان داونز ومازيمبي والوداد المغربي والترجي التونسي، وكمان فرق زي سيمبا وحورية كوناكري الغيني، وقال كمان إن كل الفرق دي لا يستهان بها. تعالوا سريعا برضو نشوف مع بعض تصريحات او ابرز تصريحات الجهاز الفني واللعيبه بعد اللقاء. الحمد لله طبعا يعني اعتقد ان احنا اكتر فرقه في العالم بتبقى محتاجه جمهورها، يعني اكيد بالذات جمهور النادي الاهلي. يعني طبعا بشكره على تواجده النهارده، يا رب ان شاء الله الرحمن خطوه كويسه في اللي جاي باذن الله في الادوار اللي جايه ان شاء الله الرحمن، وخصوصا ان احنا كمان هنلعب في الادوار اللي جايه. انت هتلعب بسان داونز او واحده، يا اما سان داونز يا اما حوريه الغيني يا اما شباب قسنطينيه بطل الجزائر، وهم كلهم عندهم قاعده شعبيه كبيره جدا جدا، فاحنا كمان واحنا بنلعبهم هناك اكيد هتبقى المدرجات مليانه واحد في الثلاثه. يعني احنا كمان نتمنى يا رب ان جمهورنا يبقى اكتر واكتر في الفتره الجايه باذن الله. هو موسم بالتاكيد مش سهل خالص، يعني خصوصا ان هو زي ما انت عارف متلاحق قوي، وفي فصل ما بين البطوله والثانيه واهميه ما بين المباراه والثانيه، لكن الحمد لله رب العالمين دايما الواحد بيراهن على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. الحمد لله ادينا مباراه كويسه جدا واستحقنا التاهل، وان شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى احسن باذن الله. الحمد لله جدا جدا جدا. مباراه صعبه، مباراه ظروفها كانت صعبه جدا علينا. كرة كانت يعني احتمالات كتيرة جدا في المجموعة، ولذلك احنا كنا حذرين جدا مع الفرقة دي، لكن انا بقول ان النهاردة قدينا مباراة حلوة جدا، لاعبتنا كان روحها عالية جدا، اصرارهم الضغط اللي اتعمل على فريق شبيبة الثورة ضغط كويس جدا، وقدرنا ان احنا الحمد لله نستغل الهدفين بتوع مروان، ثم بعد ذلك الهدف الجميل بتاع حسين شحات. الحمد لله قطعنا شوط كبير جدا، او عايز اقول في دوري المجموعات، لان كانت فعلا كان في خطوره كبيره جدا، وكان في كلام كتير قوي بالنسبه للمجموعه وسيناريوهات كتيره، لكن انا بقول الحمد لله النهارده لعبتنا ادت بشكل كبير جدا، ادت جيم حلو قوي، وان شاء الله ان شاء الله القرعه ان شاء الله تستمر معانا، وان شاء الله نركز في الدور اللي بعده، لان بطولة افريقيا بطولة يعني عايز اقول لك يعني غالية جدا علينا، وان شاء الله ان شاء الله المرة دي ان شاء الله نكون مركزين قوي فيها، وبقول مبروك للعيبة الحمد لله، ومبروك للجهاز، لان فعلا كانت مباراة صعبة، وكان يعني الحمد لله ان احنا اهتمامنا بيها كان كويس، وقدرنا نطلع بالثلاث نقاط، وقدرنا الحمد لله ان احنا نصدر المجموعة. الحمد لله، مبروك عليك ومبروك على جمهور النادي الاهلي، وزي ما انت قلت النادي الاهلي دايما موجود في الموعد، الحمد لله اللعيبة على قد المسؤولية، الحمد لله ثبتنا ان احنا احقيتنا بالتاهل، ويمكن لو انت كنت اتكلمت على شكل مجموعه في الاول كنت اكيد هتحط النادي الاهلي في المقدمه، وده الحمد لله اللي حصل، الوضع الطبيعي الحمد لله رجع تاني بمجهودنا واداء لعيبتنا، فالحمد لله بشكر طبعا جمهور النادي الاهلي على الدعم الكبير اللي واقف صدنا، ساعد لعيبه كتير جدا في اوقات كتير من المباراه، كان داعم كبير ليهم، اداهم ثقه اداهم قوه، وده الحمد لله ده عهدنا دايما بجمهور النادي الاهلي. والحمد لله رب العالمين على المكسب، مكسب صعب، مباراه صعبه علينا طبعا بعد خسارتين، خساره من سيمبا وبعدين بيتا كلوب،
ولكن الحمد لله النهارده اللعبه كلها مركزه من اول ما جينا المواقع. احنا جايين بقالنا يومين هنا وبقالنا يعني داخلين في ثلاث ايام يعني. اللعبه كلها مركزه واللعبه كلها النهارده ما شاء الله يعني زي ما انت قلت كده اللعبه كلها كان في انكار للذات وكان في تضحيه في حاجات كتير والحمد لله في الاخر ربنا اكرمنا باداء كويس وبنتيجه كبيره 3-0 دي نتيجه كبيره. اللعبه كلها يعني في مكاسب كتير. كان عندنا خمسه عندهم انت عارف عندهم انذارات فاي لاعب كان ياخد انذار كان ممكن يتوقف المباراه اللي جايه. الحمد لله برضو انذارات كل الانذارات هتتشال ان شاء الله برضو. فالحمد لله الشناوي طبعا وعلي يعني عايز برضو اكد ان علي النهارده يعني هو عارف ان هو مش هيلعب الصبح النهارده بعد ما خدنا قرار ان الشناوي هيلعب مع مستر لاسيرتي. رحت قعدت معاه وكلمت معاه ولد ما شاء الله يعني ولد محترم ومؤدي واتمرن بشكل كويس جدا. قلت له علي انت يعني لعبت المباراه الاخيره ورغم ان احنا خسرنا المباراه عملنا مباراه كويسه وادينا بشكل كويس. كان هو خد كمان تشكيله الجوله الخامسه. فعلي ما شاء الله يقول كويس ومن النوعيه اللي في النادي الاهلي تحب تبقى موجوده في النادي الاهلي. مبروك النهارده يا كابتن الشناوي. انا يمكن كنت بتكلم مع كابتن سيد بقول الشناوي يمكن تضحيات وانكار ذات كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت. النهارده الشناوي مش سليم لكن روح الفانيله الحمراء وشخصيه النادي الاهلي بانت بالفعل النهارده. يا شناوي الف مبروك. الله يبارك فيك. طبعا انا اهم حاجه قبل الكلام اللي انت بتقوله ده طبعا بعد الفوز للفرقه النهارده كانوا رجاله على قد المسؤوليه ان هم عارفين النهارده لازم نفوز. التعادل ما كانش في صالحنا خالص والحمد لله عدينا الدور اللي بعديه. موضوع روح الفانيلا الحمراء والكلام ده كله احنا دي روح اولاد النادي عامه. ما تلاقي في مواقف كده موجوده لازم اللعيب يكون على قد المسؤوليه. اهم حاجه الفرقه واهم حاجه اللي موجودون واي حد يكون موجود هيأدي ويكون احسن مني. بس طبعا يعني النهارده كان في موقف اللي احنا لازم نعدي عشان كده الواحد كان يعني كان بنسبه اللي انا اكون موجود الحمد لله اللي انا قدرت اكون موجود. وبشكر اللعيبه كلها وبشكر الجهاز الفني وبشكر الاداره وبشكر الجمهور اللي جه النهارده ان هم برده في الوقت الصعب بنلاقيهم لان هم كلهم موجودين. الحمد لله طبعا اللعيبه كلها رجاله واحنا كنا مركزين النهارده على المكسب طبعا ما فيش هزار. كنا مركزين جدا الماتش ده الحمد لله وان شاء الله نقدم الفتره الجايه يبقى احسن واحسن باذن الله الحمد لله. الحمد لله على هدفين بموجود زمايلي كلهم وان شاء الله اللي جاي لنا يبقى احسن باذن الله ان شاء الله. يمكن مروان بيركز في التدريب بشكل كبير جدا عنده يمكن اصرار وقوه كبيره جدا. سر هذا التركيز وسر الاداء المميز اللي مع مروان محسن خلال الفتره اللي فاتت ايه؟ هو مش مروان بس يعني هو اللعيبه كلها اي حد موجود في النادي الاهلي ده طبيعي اللي هو بيشتغل كده الحمد لله. وانا الحمد لله بركز ما ماليش دعوه باي حاجه بتتقال اللي بيفتي اي حد بيفتي ما بيفتيش فانا مركز في اي حاجه وان شاء الله النادي الاهلي هيبقى في حته كويسه ان شاء الله الفتره الجايه. النادي الاهلي كان كلمه السر النهارده يا كابتن مروان اداء وتشجيع وتحفيز لكل اللعيبه. بتشوف حضور الجماهير رغم 15000 لكن كان لهم تاثير كبير جدا. صراحه في التسخين الواحد بيسخن تحس ان هو عايز يعني ياكل النجيله. فالحمد لله النهارده الجماهير دي بنشكرها اللي موجوده ودايما ان شاء الله يبقى معانا باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. تابعنا مع حضراتكم دلوقتي اهم وابرز التصريحات اللي خرجت من اللعيبه وكمان من المدير الفني ومدير الكره للنادي الاهلي بعد لقاء امبارح قصاد شبيبه اسطوره الجزائري اللي انتهى بثلاث اهداف نظيفه. نرجع مره ثانيه ونكمل بقيه اخبارنا الخاصه بالنادي الاهلي من على مواقع الانترنت وهنبتدي او هنرجع ببوابه الاهرام اللي قالت ان بيبدا الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بخيط مارتين لاسيرتي دراسه نادي الزمالك استعدادا لمواجهته يوم 30 مارس الحالي في اطار منافسات مسابقه الدوري المصري الممتاز. يحصل الجهاز الفني بخيط مارتين لاسيرتي على مجموعه من التسجيلات الخاصه بمواجهات نادي الزمالك المحليه والافريقيه عشان يدرسها ويرصد نقاط القوه والضعف في صفوف نادي الزمالك. كمان بوابه الشروق قالت ان شهدت التشكيله المثاليه للجوله السادسه من دوري ابطال افريقيا تواجد ثلاث لعيبه من النادي الاهلي والاسماعيلي. دخل التونسي علي معلول ظهير ايسر النادي الاهلي ومعاه محمد هاني بالاضافه لمحمود عبد العاطي دونجا لاعب خط وسط الاسماعيلي في التشكيله المثالية لأفضل 11 لاعب في الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا. تألق طبعا علي معلول في مباراة فريقه قصاد شبيبة الثورة الجزائري صنع هدفين وحصل على تقييم 8.6. كمان واصل محمد هاني تألقه وتقديمه لأفضل مستوياته في الفترة الحالية وحصل على تقييم 7.7. كمان قدم دونجا مستوى متميز مع الإسماعيلي برغم نتائج الفريق السيئة في البطولة وخروجه مبكرا والخساره كمان قصاد الافريقي بهدف دون رد في الجوله الاخيره من البطوله عشان يحصل على التقييم 7.7.
موقع يلا كورة كمان قال أن أبدى محمد زكريا الحارس الثالث لفريق شباب الثورة الجزائري حزنه بسبب إقصاء فريقه من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال أن مباراة النادي الأهلي تقلبت في نهاية الشوط الأول. قال زكريا كمان في تصريحات خاصة ليلا كورة: ظهرنا بشكل جيد في المباراة أمام النادي الأهلي، لكني لا أعلم أسباب تغيير النتيجة وانقلاب المباراة في نهاية الشوط الأول. قال كمان أن الفريق قادر أو كان قادر على التسجيل في الدقائق الأولى من الشوط الأول، لكن كعادة كرة القدم دايما من يهدر يستقبل أهداف. كمان قال حارس شبيبة الثورة الجزائري: ظهرنا بأداء رجولي كالأبطال في المسابقة، يجب توجيه جزيل الشكر للاعبين، وأرى أن النادي الأهلي هو أقوى فريق في المسابقة والمرشح الأول حصد اللقب. كمان موقع كورة قال أن النادي الأهلي أعلن جاهزية هشام محمد متوسط ميدان الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة اللي جاية بعدما تعافى من الإصابة بالتهاب في أوتار السمانة والخلفية، واللي أكيد حرمته من دعم الفريق في آخر محطات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. كمان قال طبيب النادي الأهلي خالد محمود في تصريحات للصحفيين: بيتم تجهيز هشام محمد في الوقت الحالي بعدما تعافى من الإصابة عشان يرجع للتدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي خلال الفترة اللي فاتت، وهينتظم في تمرين يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله بشكل طبيعي. وعن شريف إكرامي قال برضو أن حارس مرمى الفريق بدأ في مرحلة جديدة من التأهيل من الإصابة واللي تعرض ليها مؤخرا، وبعدته عن المشاركة في المباريات في الفترة الأخيرة بالجري حوالين الملعب مع زيادة الحمل البدني، وده لمدة أسبوع قبل ما يبدأ المشاركة في تدريبات الكرة تدريجيا. وكمان أكد طبيب النادي الأهلي أن إكرامي قدمه أسبوعين من التأهيل عشان يتعافى من الإصابة اللي جات له مؤخرا على مستوى العضلة أو عضلة السمانة عشان يرجع للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد. كمان موقع فيتو قال ان حدد الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي الساعه 10 الصبح يوم الاربعاء اللي جاي ميعاد لاستئناف التدريبات الجماعيه استعدادا لمواجهه نادي الزمالك اللي جايه. بيلتقي النادي الاهلي مع نظيره نادي الزمالك يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات مسابقه الدوري الممتاز. بيذكر طبعا ان الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بقياده مارتين لاسارتي منح اللعيبه راحه سلبيه من التدريبات لمده 3 ايام بعد ما فازوا امبارح على شباب الثوره الجزائري بثلاث اهداف نظيفة ووصلوا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. كمان اليوم السابع قال ان بيبحث المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي الترتيبات النهائيه لبطوله النادي الدبلوماسيين لكره القدم للسفارات والهيئات الدبلوماسيه، واللي بينظمها النادي الاهلي بالتعاون مع جمهوريه المانيا الاتحاديه، واللي بتنطلق فعالياتها على ملاعب النادي في الشيخ زايد يوم الجمعه والسبت من كل اسبوع. هتبدا طبعا يوم 22 من مارس الجاري وبتستمر لحد يوم 12 من ابريل اللي جاي، وهيتقام ان شاء الله مباراه استعراضية ما بين قدامى النادي الأهلي وأفضل اللاعبين في الفرق المشاركة في البطولة، وبتختتم البطولة بحفل عشاء في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة يوم 14 إبريل اللي جاي. كمان قرعة بطولة النادي الأهلي الدبلوماسية واللي بينظمها النادي الأهلي بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية أسفرت عن تقسيم الفرق أو فرق البطولة الـ21 لأربع مجموعات جت كالتالي: المجموعة الأولى فيها إيطاليا، الأرجنتين، البرازيل، أستراليا، فيتنام، إسبانيا، كمان بتضم المجموعة الثانية كندا، أمريكا، سويسرا، ماليزيا وفرنسا، بتضم المجموعة الثالثة إنجلترا، جامعة الدول العربية والهند ومصر وألمانيا، والمجموعة الرابعة فيها الكالديفار، روسيا، اليابان والأمم المتحدة وكازاخستان. نرجع للموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات اللي بينظمها النادي الأهلي لحد يوم 26 من مارس الجاري بتفتتح في الساعة 8 مساء اليوم الأحد، وبيحضر حفل الافتتاح كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة. وجه النادي الأهلي الدعوة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحضور الحفل اللي بيقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر النادي في الجزيرة. هيحضر الحفل كمان الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطايره، وكلاود مبيتانا رئيس الاتحاد الافريقي، وهويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد، الى جانب عدد من سفراء دول الفرق المشاركه في البطوله. كمان شهدت الساعات الماضيه التحضير لفقرات عديده خلال حفل الافتتاح اللي هيتم الاعداد ليه بشكل مميز والقيام باكثر من بروفا تجريبيه بما يضمن خروجه بالصوره اللي بتليق بالنادي الاهلي. كمان حرصت اللجنه العليا المنظمه للبطوله الأفريقية
الإفريقية للكرة الطائرة على الاطمئنان على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة وتجهيزات صالة الأمير عبد الله الفيصل والشهداء لاستقبال المباريات، وكذلك توفير خدمة الإنترنت والخدمات الطبية اللازمة، إلى جانب تخصيص مندوبين لمرافقة الفرق المشاركة في البطولة وتسهيل مهمتهم وتوفير الأجواء المناسبة للتنافس على اللقب. الموقع الرسمي برضو للنادي الاهلي قال ان فريق الكره الطايره سيدات في النادي الاهلي هيواجه النهارده فريق النهارده فريق كانون الكونغولي الساعه 9 ان شاء الله مساء. هتقام المباراه في افتتاح مشوار فريق طايره السيدات في بطوله افريقيا للانديه اللي بينظمها النادي الاهلي في الجزيره ما بين 14 ل 26 مارس. ودخل فريق الكره او كره الطايره سيدات في النادي الاهلي في معسكر اعداد قوي في صربيا، خاض خلاله 3 مباريات وديه قبل ما ينتظم الفريق في معسكر مغلق في القاهرة قبل بداية البطولة. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا مرة تانية لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان آخر وأهم أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع معسكر المنتخب الوطني ينطلق اليوم لخوض مباراتي النيجر ونيجيريا. وان تري الهيطة ينفي طلب النني لشارة قيادة المنتخب. الوفد محمد النني يغيب عن انطلاق معسكر الفراعنة اليوم. سوبر كورة المنتخب الأولمبي يطير لأسبانيا. بوابة الأخبار شوقي غريب يكشف سبب استبعاد رمضان صبحي من المنتخب. بوابة الأهرام المرر ترشح استاد القاهرة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا. الفجر علي درويش ترشيح استاد القاهرة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا يثبت أنه الأفضل في إفريقيا. الوطن سبورت تجميل طرق ولافتة ترحيب استعدادات قرعة الأمم الأفريقية بالأهرامات. الشروق هاوسكورد تريزيجي ثالث أفضل لاعب بالدوري التركي. بطولات الصحيفة تركيا مدرب جلطسرية يضغط على إدارته لضم تريزيجي في الصيف. في الجول كلوب يواصل الدفاع عن صلاح. كورة دخية يعود لطاولة ريال مدريد بأمر زيدان. سكاي سبورت مجددا ليفربول يلهث وراء أغلى مدافع في التاريخ. أس ألاجري يستعين باتفاقية زيدان مع رونالدو من أجل دوري الأبطال. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لأهم التفاصيل ونبتديها بتفاصيل الأخبار المحلية ونبتديها من اليوم السابع اللي قال إن انطلق دور اليوم معسكر المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري استعدادا لخوض مواجهتين خلال الأجندة الدولية لشهر مارس. الأولى هتكون قصاد النايجر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية واللي تحدد ليها يوم 23 مارس الجاري قبل مواجهة نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر في مدينة أسابا عاصمة ولاية دلتا.
كمان موقع وان تري قال ان نفى ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني طلب محمد النني لاعب ارسنال الانجليزي مشارة قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة، وقال لهيطة كلام لا اساس له من الصحة، الامر لم يناقش من الاساس لان اللاعب لم يتحدث بهذا الشأن. وقال كمان الامور واضحة امام الجميع، يتم اختيار اللاعبين بحسب الاقدمية وليس بحسب المراكز او الاندية. واختتم كلامه وقال نتمنى من الجميع التكاتف وراء المنتخب وعدم إثارة أمور لا صح لها. كمان موقع بيتو قال أن بيغيب محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر عن تدريبات الفريق القومي النهاردة ضمن المعسكر اللي بينطلق في برج العرب في اسكندرية استعدادا لمواجهة النيجر في ختام تصفيات أمم أفريقيا وودية نيجيريا. حصل النني على إذن من المكسيكي خافير أجاري المدير الفني لمنتخب مصر بسبب ظروف خاصة، وهينتظم بعد كده في المعسكر إن شاء الله بعد بكرة يوم الاثنين أو بكرة يوم الاثنين مع باقي اللعيبة المحترفة في معسكر المنتخب بعد طبعا نهاية مباريات مع فرقهم. كمان موقع السوبر كورة قال إن غادرة القاهرة صباح اليوم بعثة المنتخب الأولمبي متوجهة لأسبانيا للدخول في معسكر مغلق بيتخلله مباراتان وديتان أمام أمريكا يوم 22 مارس الحالي وأمام هولندا يوم 26 مارس ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة واللي بتستضيفها مصر في نوفمبر القادم وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. بيترأس البعثة ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكورة، وبتضم غريب مدير فني وعلاء عبد العزيز مدير المنتخب ومعتمد جمال مدرب عام والشيتوس ومحمد شوقي مدربين وسام عبد الكريم مدرب لحراس المرمى وأيمن زين طبيب ودكتور كمال عبد الواحد أخصائي الأحمال ودكتور صلاح عاشور للعلاج الطبيعي ودكتور محمد صلاح للتأهيل والإداريان أيمن سليمان ومحمد عشري وعيد سليمان للمهمات. كمان الفجر قالت ان اكد اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره ان اختيار الملعب ضمن الملاعب المرشحه لاستضافه نهائي دوري ابطال اوروبا بيثبت ان الاستاد هو الافضل في افريقيا. وقال كمان ان استاد القاهره هيكون في مكانه اخرى بعد انتهاء اعمال التطوير، وقال كمان ان الملعب بحاله ممتازه، وقال ان استاد القاهره هيكون مثل ملاعب انجلترا واوروبا مشيرا الى ان اعمال التطوير تجرى على قدم وساق في الملعب. كمان بوابة الأخبار قالت إن اتكلم شوقي غريب المدير الفني لمنتخب الوطني الأولمبي عن عدم استدعاء رمضان صبحي لقائمة منتخب مصر الأول. الغريب رمضان لاعب مميز وبيلعب بشكل مختلف معانا، زي مباراة تونس كان بيلعب تحت راس الحربة وكانت اختراقاته من العمق، لم يعد يلعب على الخطوط كما كان يحدث في السابق. وقال كمان رمضان خاض تجارب صعبة وعدم استدعائه لمنتخب مصر الأول مسؤولية أجاري. كمان بوابة الأهرام قالت أو تناولت صحيفة ميرور الإنجليزية تقرير عن بعض اللعيبة المرشحة أو الملاعب المرشحة لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا خارج القارة البيضاء. دخل استاد القاهرة الدولي ضمن ترشيحات الاتحاد الأوروبي في حالة إقامة نهائي البطولة الأغلى في أوروبا خارج القارة الأوروبية، وفي الأونات الأخيرة اقترح إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا خارج القارة. وصرح ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إمكانية إقامة نهائي البطولة الأكثر متابعة في العالم خارج أوروبا كنوع من زيادة الحماسة في السنين القادمة. ودخل استاد القاهرة ضمن الترشيحات اللي ممكن أو يمكن أن تقام عليها المباراة النهائية. وذكرت الصحيفة أن المهندس المعماري المعني بتطوير الاستاد فيرنر مارش مصمم رئيسي للملعب الأولمبي في برلين كمان، وأنه قد يستضيف العديد من النهائيات أهمهم إن شاء الله نهائي كأس أمم أفريقيا في 2000 أو استضاف بالفعل في 2006 كما يبلغ ساعته 75,000 مشاهد. كما ضمت قائمة الملاعب المرشحة أيضا ملعبين من آسيا، استاد الملك فهد في الرياض واستاد خليفة الدولي في قطر، وملعبين في الولايات المتحدة الأمريكية وهم استاد ميتلايف في نيويورك وكمان استاد مرسيدس بنز في أتلانتا، ورشح كمان ملعب ريو دي جانيرو في البرازيل.
الوطن سبورت كمان قالت ان تكثف محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال قرعة كاس الامم الافريقية المقرر لها يوم 12 ابريل اللي جاي في منطقة الاهرامات الاثرية بجوار تمثال ابو الهول بحضور العديد من الوفود الافريقية والدولية المشاركة بالحدث. اكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة انه جاري الانتهاء من اعمال تجميل الطرق المؤدية للمنطقة الاثرية ودعمها بالظهور ولافتات الترحيب بالزوار والمشاركين في ذلك الحدث الكبير. وقال كمان ان كل المناطق الأثرية بالمحافظة تظهر في أبهى صورها خلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية لاستقبال الوفود السياحية للدول المشاركة في البطولة. كمان الشروق قالت أو اختارت شبكة هوسكورد العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم قالت أن محمود حسن تريزيجي نجم المنتخب الوطني ونادي قاسم باشا التركي تم اختياره كثالث افضل لاعب بعد ثالث افضل لاعب في الدوري التركي بعد مرور 26 جوله. وجاء تريزيجيه في المركز الثالث حيث نجح في احراز 8 اهداف وصناعه 7 اخرين في هذا الموسم وذلك بعدما حصل على تقييم اجمالي ب 7.53 حيث جاءت دقه تمريراته ناجحه بنسبه 74.6 ومعدل تسديدات هو الاعلى في الدوري بقيمه 4.1 كما حصل على رجل المباراه في 4 مناسبات في هذا موسم بينما جاء السنغالي مباي دياني مهاجم نادي جلطسراي في المركز الأول كأفضل لاعب في الدوري التركي بعدما حصل على تقييم 7.69 حيث نجح في إحراز 20 هدف وصناعة 2 هذا الموسم وجت التمريرات ناجحة بنسبة 65.4 ومعدل تسديداته 3.9 كما حصل على رجل المباراة في 3 مرات. وبالوصافة جاء البوسني آدم بسكا مهاجم نادي باشاك شهير بعد ما نجح في إحراز 10 أهداف وصنع 12 هدف بتقييم إجمالي 7.62 جت تمريراته ناجحة 70.6 ومعدل تسديدات ناجحة 3.6 نجح كمان في الحصول على رجل المباراة في 8 لقاءات وهو الأعلى في الدوري. كمان موقع بطولات قال ان بيضغط فاتح تريم مدرب جلطسراي على اداره ناديه من اجل ضم محمود حسن تريزيجيه مهاجم قاسم باشا التركي في الميركاتو الصيفي. افادت صحيفه حريات التركيه ان في ثقه كبيره من قبل تريم في امكانيات لاعب منتخب مصر لتدعيم صفوف ناديه في الموسم اللي جاي. وتابعت الصحيفه انه على الرغم من الرد السلبي من قبل اداره قاسم باشا على عرض جلطسراي لشراء تريزيجيه في يناير لكن محاولتهم للتعاقد معاه لم تتوقف ويفكر تريم في ضم تريزيجيه من أجل تكوين ثنائية هجومية مع موباي دياني الوفد الجديد في الميركاتو الشتوي اللي فات من قاسم باشا واللي ما ظهرش أو لم يظهر قدراته حتى الآن مع الوصيف في الدوري التركي. كمان في موقع في الجول قال أن واصل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي دفاعه عن مهاجمه محمد صلاح اللي بيعاني تهديفيا في الفترة الأخيرة. صلاح سجل هدف وحيد في مبارياته التسعة الأخيرة مع ليفربول في كل المسابقات وهو أقل معدل تهديفي لي من ساعة ما انضم لليفربول في صيف 2017 لكن برغم ده بتأتي أو هو ثاني هدافين الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف وبفرق هدف واحد عن سيرخي أجويرو ومتصدر ترتيب الهدافين. قال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها موقع نادي من الجيد أن يتقاسم اللاعبون مسؤولية إحراز الأهداف لدينا الآن 73 نقطة وكل هدف أحرزناه منذ بداية الموسم ساهم في وصولنا إلى ما وصلنا إليه. وقال كمان بين كل فترة والأخرى يكون هناك لاعب متألق بشكل كبير أعتقد أن محمد صلاح يقدم أداء رائع هذه الفترة وإذا نظرنا إلى الفرصة التي سنحت له قرب نهاية مباراة بايرن سنجد أنه كان قاب قوسين أو أدنى من هز الشباك ولكن نيكولاس زولي أبعد الكرة من أمامه في آخر لحظة. كمان موقع كورة قال ان عاد الاسباني ديفيد دخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد لقائمه اهتمامات ريال مدريد الخاصه بصفقات الميركاتو الصيفي المقبل. وفقا لصحيفه ميرور البريطانيه فالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاسباني خصص 75 مليون استرليني من ميزانيه الصفقات في الصيف المقبل من اجل التعاقد مع دخيا واوضح ان دخيا من الاسامي زيدان بيريد ان هو يبني الفريق حواليها للعودة للقمة في الموسم الجديد بعد تراجع النتائج وخسارة الألقاب في هذا الموسم. وأشارت الصحيفة أن زيدان غير معجب بأداء الحارس البلجيكي كورتوا مع المرينجي ولذلك فإنه قرر البحث عن بديل له.
كمان سكاي سبورت قالت ان فتح نادي ليفربول الانجليزي باب المفاوضات مع بنفيكا البرتغالي بهدف ضم المدافع الواعد فرانشيسكو فاس فيريرا خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله. وتنبأت صحيفه تراجر ريكورد البرتغاليه بان هيكون انتقال اللاعب صاحب ال21 عام الملقب باسم فيرو أكبر صفقة لمدافع في تاريخ كرة القدم. يعد فيرو واحد من أبرز المواهب الصاعدة في تشكيلة بنفيكا واللي بيتوقع أن يطلب مقابل مادي كبير بعد أن أبدى عدد أكبر من أندية أوروبا الاهتمام بضمه. وفي شهر مارس الجاري وقع اللاعب عقد جديد مع ناديه بنفيكا بيبقيه في لشبونة حتى عام 2023، بيتضمن شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو. وفي حال فعل ليفربول بند الشرط الجزائي وضم فيرو مقابل 100 مليون يورو سيصبح اللاعب هو الأغلى أو أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم. صحيفة أس الأسبانية قالت أن قام أليجري بوضع خطة دقيقة من أجل توفير مجهود لاعبيه الأبرز أو اللاعب الأبرز لي هو البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث قرر المدرب أنه من اليوم وحتى 16 أبريل لن يدفع باللاعب البرتغالي في كل المباريات. لهذا اتفقا معا على خطة شاملة وحدد فيها المباريات التي سيخوضها من اليوم وحتى يوم مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وهذا الأمر فعله زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عندما كان رونالدو لاعب في الفريق الملكي، حيث حرص زيدان وقتها على منح رونالدو راحة في أكثر من مباراة في الدوري الأسباني من أجل الاحتفاظ بمجهوده لمباريات دوري أبطال أوروبا. أليجري صرح في المؤتمر الصحفي اللي أقيم يوم السبت اللي فات وقال أن كريستيانو رونالدو يحتاج إلى الراحة، فإنه في الفترة الأخيرة خاض الكثير من المباريات وأيضا من المفترض أن يشارك في مباريات منتخب بلاده، لذلك تحدثت معه وقررنا تحديد المباريات التي سيشارك فيها قبل مباراتنا ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبالطبع لن أقول اليوم ما هي هذه المباريات التي سيشارك فيها. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده الناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت. رجعنا سريعا ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع والناقد الرياضي الكبير. مساء الفل على حضرتك. اهلا بحضرتك واهلا كل مشاهدي النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي وكل جماهير مصر. طبعا النهارده اكيد هنتكلم عن فوز النادي الاهلي امبارح بثلاثيه نظيفه على شباب الثوره الجزائري وصعودنا ان شاء الله لدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا برغم انف المشككين. صحيح، الموضوع مش محتاج أنف حد خالص، فللأهلي دائما كلمة بيلقيها في وقت ما يكون هناك حاجة للكلام الكروي طبعا، وبالتالي هو سيستم، هي منظومة عمل، هي كفاءات وخبرات متراكمة. عشان كده لم يلمح أحد ولم يسمع أحد صياح وعويل وبكاء ولا حتى تصفيق وتشجيع وحمية بقدر ما يمكن أن تكون الأمور مستتبة فنيا مستتبة إداريا، وبالتالي المنتج الكروي بيطلع في صورته النهائية. الذي يعول أن الأهلي يحتاج التعامل بالقطعة يبقى لا يعرف الأهلي ولا يعرف حتى تاريخ الكرة في المحروسة. ومن ثم أعتقد أنه هي دي مواعيد الكبار، ومنهم الأهلي كان الأول بيتقال قاريا ومحليا، دلوقتي عالميا. صحيح. أيضا، وبالتالي هو ده الخطاب الفصل أو فصل الخطاب. في مباراة يحتاج الأهلي لها الفوز، شفنا حجم الاهتمام من اللاعبين من الجهاز الفني، شفنا قيادة فنية لا تتأثر كثيرا إلا بما هو
فني لا تتأثر كثيرا برغبات الجماهير وهي عادة أهلاوية. حين قال الراحل الكبير كابتن صالح سليم رحمة الله والمايسترو كما يلقبه العالم من حولنا أن للمدرجات الحق في الفرحة لكن الجماهير لا تحكم أبدا التفاصيل. ومن ثم افتكروا كويس انه كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه والان محبوب الخطيب زي ما الناس بتحب تقول له جمهور الاهلي وجمعيته هم من نفس المدرسه وبالتالي لا حوار عن وجود لاعبين غوالي او اسعار مرتفعه ثم يلاحظ انهم غائبين عن التشكيله اللي بتبدا المباراه لانه في الاخر ابو جنيه زي ابو مليار جنيه الكل دخل الى معسكر النادي الأهلي الكل موجود تحت إمرة الإدارة الفنية للنادي الأهلي ومن ثم هي أسعار سوق في شراء العقود وليست طلبات للاعبين. واللي ما بيلاحظش ده لازم يبقى من أول وهلة عارف أنه في الآخر شرائح المرتبات هي الحاكمة وهي مرتبة يعني عالميا أول حد عملها في منطقتنا العربية وفي قارتنا الأفريقية هو النادي الأهلي. صحيح فكرة طبعاً. كلاس A و B و C أو واحد واثنين وثلاثة أو فيها أولى وثانية وثالثة ومن ثم ده اللي بيحصل. وأنا بأذكر أنه يعني برشلونة من قرابة السبع لثمان سنين حصل يعني هكر عليه وتم سرقة ملفات إلكترونية كان الأخطر بالنسبة له هي رواتب اللاعبين. ومن ثم أعتقد أنه دي حالة حمراء مستقرة محترفة تؤكد معانيها امتى في نتائج المباريات اللي بيكون الرهان فيها انه الاهلي يبقى زيه زي غيره يعني هيفوز ولا لا هيصعد ولا لا هيصمد ولا لا. صحيح. دي كلها معاني مرفوضة احترافيا ولان الاهلي كبير هذا الاحتراف بالتالي بتبقى الحدوتة باينة جدا جدا جدا. لا هي فكرة ان الفريق اكثر تركيزا في مباراة الثورة ولا غيره لا هي فكرة هذا العمل المتكامل اللي بيظهر في النهاية في مباراة زي دي. اشكري بقى من اللاعبين ما شئتي اشكري المدير الفني والذين معه قدر المستطاع لكن في النهاية هي منظومة حمراء يعني مؤسسة على الطابع ده. طب لو هنتكلم عن اللقاء فنيا امبارح شباب الثورة والنادي الأهلي اللقاء اللي كان في بدايته كلنا قاعدين قلقانين بعد الدقيقة 30 اتقلبت بقى موازين اللقاء كله وموازين المباراة كلها وخلاص رجعت الثقة تاني بهدف ثم الآخر ويليه الهدف الثالث. رجعت الثقة لمين؟ للجماهير. صحيح. التي كانت قلقة لكنها لم تفقد أبدا ثقتها من النادي الأهلي. صحيح. والدليل هذا الحجم من الإقبال على فكرة تعدى الرقم 15 ولابد من توجيه شكر للأمن. احنا قلنا للجمهور سواء في مباراة الأهلي أو مباراة منافسي أو حتى مع المنتخب اللي بيوصل بيدخل لكن حينما يقرر جمهور الأهلي وده حصل من شهور أن ملعب كرة القدم هو لكرة القدم وأن أي أفرع أخرى للحياة لها مناحيها أو ملاعبها أو استاداتها لازم يبقى ده الشكل اللي حاصل وبالتالي الأمن حين وجد هذه الأريحية مع الشباب أولا ومع كامل الجمهور ثانيا يعني على فكرة تقدر تتخيليها قالوا المدرج 6 فاضي طيب شيماء عصام علي محمود الشلة دي تفضل وهكذا وبالتالي الجماهير كانت قلقة على الوقت لكن أبدا لم يفقد لاعبو الأهلي التركيز لا رفعوا الريتم ولا نزلوه مع احترامي البعض اللي يقعد يقول لك وأصله أول ما بدأت الدقيقة 30 ارتفع لا الريتم ده مش مفتاح في إيد حد الريتم ده هو ريتم أداء فريق محترف بيحتفظ بريتمه طول المباراة أكتر من لعبة بحسب فهمي لكرة القدم كان هناك تدريب عليها اللي جي منها الجون الأولاني والجون الثاني من ثلاث أرباع الجملة نفسها هي مرة من اليمين مرة من الشمال مع وجود رمضان صبحي راجل منطلق في الملعب صبحي. شمال يمين هنا صحيح. هنا ولا تصدقي كان ليه دور كبير جدا في الهدف الثالث لا تصدق اللي يقولك أصله استعاد مستواه مش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها أدوار يعني كل فريق يعني يحمل الطابع القاري العالمي في بلده أكيد طالما يحمل هذه الطوابع هو يعني نموذج الأول دائما أو بالتالي هو قائد دائما لكن ما ينفعش بقى يتقال عليه بعد كل ده أن لديه لاعبين ترمومتر الأداء بتاعهم بيروح ويجي أو بيتملوا بالزنبلك الفني لا هي معدلات للأداء طريقة واحدة لكن ليها أكتر من تنفيذ حسب ما بيحتاج المدير الفني من لاعبيه وبالتالي بيخرج من عندهم كل ما يفيد خطته لهذه المباراة وطريقة اللعب الخطة غير طريقة اللعب يعني دي بعيد عن دي خالص لكن طبعا في الاستادات بتبقى بيتقلوها قوي على الجمهور ويمكن ده اللي بيخلي الناس بتنتظر ليلة المباراة
هنا واستاد الاهلي، لانه في الاخر حتى لو ما شافش المباراه على الهواء لكنه بيسمع كلام شبهه، يعني كلام قريب لفهمه صحيح عن لاعبه النادي الاهلي وطريقه الاداء في المباراه. صحيح. عشان كده بقول لحضرتك انه التفوق من الجهه اليسرى معناه الجهه كامله وليس علوله زي ما جمهور الاهلي بيقول او علي معلول وحده. تفوق من رمضان صبحي ضمن الطريقه اللي فرغت له مساحات حره، لكنها كانت تعتمد على ما اعطاه ليه المدير الفني والجهاز من دور انه يروح ايمن اشرف ينطلق احيانا ويرجع حد يقفل مكانه سواء السوليه او ندفد، فده برضه ضمن اطر خطه اللعب. يعني احنا لو بصينا كده للقاء امبارح مش هقدر اقول طلع لي مين افضل لاعب او مين ابرز لاعب، كل اللعيبه امبارح كانوا رجاله يعني بطريقه يعني فوق الوصف، كانوا كلهم بيأدوا اداء مميز جدا. وبرضه هنرجع نقول علي معلول، هنقول مروان محسن، هنقول رمضان صبحي. طبعا دي العاده المتاصله في الكره العالميه واللي الاهلي دايما بيسحب الناس نحوها على وهي لما بيطلع لاعب في التشكيله المثاليه في كل العالم اول حاجه بيعملها على فكره بيشكر زملائه. صحيح. وبالنسبه للجمهور عموما مفكرهم بمشهد ان اللاعب عندما يحرز هدف في الفرق الكبرى ينتظر كل زمايله على فكره، ثم ربما يذهب للجهاز الفني احيانا لو في وقت قبل ما الراجل الحكم يقول يلا ايه يا جماعه يعني ارجعوا بسرعه. وبالتالي هي فكره حتى اللاعبين اللي بيتاخدوا في تشكيله الاسبوع في الدوريات والبطولات هم نتاج العمل الجماعي. لا يمكن ابدا فرقه يبقى عندها لاعب هو الفرد بعينه ومن ثم تجديه هو الافضل في مباراه، يصعب. لكن استخدام اعلى مهاراته مع كتله من العمل الجماعي ده اللي بيخليه يفوز ناحيه الشمال برجل المباراه او يدخل التشكيله المثاليه للقاره، ويفوز اخر بالجهه اليمنى، ويفوز راس الحربه بالافضليه حتى لو لم يحرز على فكره. وبالتالي هو منطق يعني مهم جدا ان الجمهور يبقى عارفه، مش عشان ثقه الجمهور بفريقه الاهلي، لا، علشان الجمهور يفكر كويس قبل ما يتشد في مجازبات اخرى، لانه لاعبوا الاهلي لم يغيروا ادائهم، ما كانوش خلال 30 دقيقه رايحه منهم وبعدين مع هدف مروان الاول استعادوا تركيزهم او ترد ليهم انتباههم، بل على العكس هم كانوا ينتظروا لحظه احراز الهدف لاستكمال الخطه او طريقه الاداء داخل الخطه، ازاي تفوز وتبقى الاول وتضع يعني يقينا كل ما هو لك في يدك انت، هتلعب هتكمل هتغادر يبقى بايدك ليست بمساعدات اخرى سواء يعني يتعادل اللي بعدك او يفوز او صحيح. او صحيح. وبالتالي حتى الجدول اللي كان بينزل على الشاشه امبارح كان جدول دمه خفيف قوي، عمال يقول مين تاهل ومين لسه ما تاهلش. ده نتاج عمل جماعي، مش مساله انه، بالعكس ممكن يتقال في النادي الاهلي من خلال تحليلات نجومه من خلال قناته انه دائما ما يقدم الاهلي النموذج الافضل ولا دي من النجوم الغوالي، لا، هناك حاله جماعيه أكيد. اسمها النادي الاهلي. اكيد اكيد. ونتائج الحاله الجماعيه تظهر بقى الفروق الفرديه. صحيح. في النادي الاهلي شفنا كمان دخول علي معلول ومحمد هاني في التشكيله المثاليه او التشكيله الافضل، افضل 11 لاعب في دور المجموعات في الجوله السادسه من دور المجموعات في دوري ابطال. ما هو ده اللي بقول لحضرتك، لكن شفنا كمان احمد فتحي وهو من هو طبعا لا غضاضه في انه منتظر ان يدعم اللعب الجماعي. شفنا الكثير، ها، شفنا حسين الشحات في تغييره وهو الحديث حوله طول الوقت، ربنا يا رب يهديله نفسه دائما كما ظهر على مدار سنتين ثلاثه، انسان هادئ ومتزن. صحيح. وهو من هو في الحوارات اللي شغاله ده بكذا وماذا، لا 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 لا. شفنا صلاح محسن وكان عليه عركه كرويه طبعاً. حتى انتقل للنادي الاهلي طبعاً. لكنه ينتظر اداء دوره مش 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 فاهم ان الاهلي بينتظر وجوده، هذا هو الفارق بين الاهلي وغيره. صحيح. طيب احنا دلوقتي معادنا مع فاصل سريع وهرجع اسالك على حاجه مهمه جدا، واحنا بنتكلم دلوقتي عن اللعيبه المميزه اللي افكر فيها على بال هسيبك عن اللعيبه المميزه في النادي الاهلي. شفنا طبعا وتابعنا اداء رمضان صبحي المميز جدا، وكمان شفنا وتابعنا اداء مروان محسن. سبب عدم انضمامهم للمنتخب الوطني الاول من وجهه نظرك ايه؟ خلينا نعرف بعد السبب لكن بعد الفاصل. لسه مكملين معاكم في قناتنا، لسه منورنا في الاستوديو استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير، وكنا بنسالك قبل الفاصل على طول من وجهه نظرك ايه سبب عدم انضمام رمضان صبحي ومروان محسن للمنتخب الوطني؟ مين قال انهم مش منضمين؟
الإعلان عن المعسكر القادم. لا، الراجل واضح أنه أجيري ممن يخاطبه مدراء الفنيين للأندية، سواء هو أو عن طريق كابتن هاني رمزي، أيضا يخاطب جهازين الفنيين لمنتخب الأولمبي والشباب، كابتن شاو غريب وكابتن ربيع. والدليل أنه حصلت حاجة ما كانتش تحصل من أيام الكابتن جوهري، ويمكن لما كان برضو مستر مان والجوزي موجود كان دايما ملح عليه، يمكن ما حصلتش لكن ملح عليه يقول لك عايزين نتواصل مع مدربين المنتخبات. وبالتالي تواصل هو وشاو غريب واقنعه رمضان انه يجي يلعب مع المنتخب الاولمبي اولا. انا باكد لحضرتك ان شاء الله يا رب يبعد عنهم شبح الاصابات يا رب. مروان محسن اولا هو مهاجم مصري في امم افريقيا. ليه بقى؟ ببساطه شديده اي متابع لكره القدم يعني ماذا تعني كلمه لاعب دولي، ومن ثم مهاجم دولي. صحيح. تم الاستثمار فيه في الكثير من المعتركات. هناك فارق بين لاعب لديه خبرات مباريات وكل حاجة على عينه وراسه، لكن خبرات السفر والحل والترحال والبطولات سواء بالهوم واوي أو الذهاب والعودة أو البطولات المجمعة، ده مش كتير بيبقى موجود. وبالتالي الراجل رهانه الدائم، حتى لما قال مرة واستنكف البعض من محب الكلام والهري، قال لك هو بيقول يعني ايه مروان مهاجم؟ كان مروان لسه راجع من اصابه، نتمنى يا رب صحيح. ان يظل متعافيا دائما والراجل ضم يعني. قال ما معناه ان انا او انتوا كمصريين استثمرتوا في مروان محسن وهو مهاجم من طراز فريد ثابت الاعصاب، يمتلك من اسهم الدوليه الكثير، هو يصلح في اكثر مهمه، يحرز يعني يوفر فرص لزملائه ومحطه زي ما بيقولوا اهل الكوره بالكلام المجعلص يعني. ومن ثم اعتقد ان مروان محسن في اجنده الرجل، لكن صفحه 8 اللي هي مش هيفتحها دلوقتي، هو يعني من اجل مهمه المستقبل اللي هي 2020 وما بعدها برؤيه جديده بيجرب وسيظل يجرب، لكن لديه لعيبه ثوابت في المهمه قصيره المدى. لاحظ ان مروان معاه الاثنين القصيره والبعيده، لانه من شريحه عمريه ما هوش فوق ال 30، وبالتالي دي يمكن المرحله الوحيده اللي افقدتنا احمد فتحي واخرين بسبب انتهاء ما قدموه على الزمن العمري. لكن الراجل قال حتى هؤلاء لو احتجت احدهم لدعمي في مهمه فوريه هي كان 2019 سيكونوا متواجدين. بين رمضان ايضا لديه مهمه مع المنتخب الاولمبي، يستعد يكون اكثر جاهزيه مع النادي الاهلي، وبالتالي له مكان موجود في اجنده الرجل، مش في يعني موضوع ال11 ده يا جماعه محدش بيتكلم فيه في العالم غير من لديهم يعني نصف احتراف يعني او الاحتراف في بلدانهم نص يوم زي ما بيقولوا يعني. صحيح. واخشى انه في كثير يعني في بلادنا يعني بيبقى عنده الالتباس ده. هناك فارق بين ان تكوني موجوده في اهتمامات الاداره الفنيه لفريق وان يتحدث البعض عن 11 بيبداوا المباراه. ال11 بيبداوا المباراه هم الافضل فنيا والاقدر على تنفيذ طريقه اللعب، لكن كل ما لدى الاداره الفنيه من يعني احتياط في بنك الاحتياط، ما ينفعش الكبار يتقال عليهم دكه بدلاء، بنك احتياط يعني اللي في جيبك زي رصيدك اللي في البنك ده. وبالتالي يحسن ما يسمى بالتغيير والتبديل او الروتيشن، وكلنا في تشامبيونز ليج الاوروبي بنشوف صلاح يلعب السبت ممكن يلعبش الثلاث لو مضغوطه، او فيرمينيو او هكذا، دائما تدوير المحترفين. وبالتالي لا، هم موجودين في اجنده الرجل، لكنه سيظل على مرحله التجريب التي ستنتهي بأمم أفريقيا 2019 إن شاء الله. إن شاء الله. نرجع للنادي الأهلي مرة تانية بعيدا عن المنتخب الوطني وعن قائمة أجاري اللي ضمت الكثير من اللاعبين، ولكن برضو كان في علامات استفهام كتير قوي على لعيبة لم ينضموا لمنتخبنا الوطني في المعسكر اللي ابتدى النهاردة. نرجع بس للنادي الأهلي الأول ونتكلم عن دور المجموعات اللي انتهى خلاص امبارح مع النادي الأهلي بفوزه على شبكة الثورة الجزائري بثلاث أهداف نظيفة، وكلنا طبعا عن الأداء الرجولي الأداء الفوق الرائع اللي شفناه امبارح من لعيبة النادي الأهلي، وأكيد قد إيه كانت ظاهرة روح الفانيلا الحمراء على اللعيبة في الملعب. وطبعا أكيد شكرنا كمان الجمهور على مساندته على دعمه للنادي الأهلي امبارح. مشوارنا بقى
في دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي أو في النسخة الحالية من البطولة، شايفه إزاي؟ وشايف مين أقوى المنافسين اللي هيكونوا قدام النادي الأهلي في المراحل القادمة؟ لا، في كتير، في أسماء زي أعتصيت الترجي لازال حي موجود، مازيمبي، مش عارف بس لو يجيبوا لنا الرانك بتاع البطولة. لا، الكثير من الكبار موجودين يمتلكوا فرص، لكن نحن نتحدث عن الكبير الأحمر. صحيح. ومن ثم قدره لازم على طول في إيده، قد يكون هناك فكرة الطموح في أنه يقابل في دور الثمانية فريق أقل يعني فنيا شوي، وبالتالي ما يستنفذش جهده قبل الدور، قبل النهاية ومن ثم المباراة النهائية. صحيح. لكن الكبير دائما يعني ده، حتى الفرق الأقل مستوى أو تصنيف هي اللي بتمسك في خناق الكبير في الملعب وعايزة تعمل أفضل حاجة، نجومها بيعتبروا ده يوم فاترين اتعرض، لو حققوا الفوز فكلها كليل الغار في انتظارهم. لكن تخيل الأداء وفقط ينقلوا نقلة احترافية أخرى، فقد يباع هنا أو يشترى هنا. البلدان دي كلها شغالة على سلعة ومنتج اسمه لاعب الكرة، هو كمان بقى مقتنع قوي بوظيفة اسمها لاعب الكرة. ومن ثم بيجي قدام الكبير يعني في بلاده ويعصلك، فما بالك أمام كبير القارة والعالمي الأهلي. ويعني أنا مش مع فكرة أن يكون أمام الأهلي مثلا زي حورية الغيني، عشان إلا إذا كانت أمان الجمهور الأحمر أن الأهلي يلتقط أنفاسه قليلا مع منافس أقل ضراوة يعني. لكن نحن نتحدث، وده دايما اللي بيخلي اي مجموعه اعلاميه، خلينا في فصلنا الاعلامي والصحافي، لما بيروحوا ورا الاهلي والزمالك والكبار في مصر بيبقوا رايحين وهم حاسين بنفسهم، احنا مش جايين خايفين من سين او صاد او نحن لا، يعني بصحبه الكبير. ده حصل معانا في النهائي مع الاهلي موسمين، انه في الاخر هو لا يصدق نفسه، وهو الترجي مع احترامي يعني، انه فاز على النادي الاهلي. لاعبوا النادي الاهلي على مدار الأجيال هم الوحيدين اللي عندهم هذه القناعة وبيبقوا عارفين، عشان كده قد تجد الجمهور ملتبس عليه الأمر قبل المباراة، لكن فجأة يشعر. حصلت في أكثر من نهائي، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في بطولات عربية لما كانت النخبة. وبالتالي لا أعتقد أن الأهلي يحتاج دعاء جماهيره إلا في ناحية واحدة، هي شر الإصابة بس. وبالتالي أيا ما يكون منافس الأهلي، البطل يجب أن يعي دائما أن هناك مطبات صناعية رزلة كرويا ومفخخة أحيانا ستوضع في طريقه، عليه أن ينتصر عليها جمعاء ليرفع يعني البطولة، سواء كأس بقى، درع زي ما تكون. أكيد. وبالتالي يسعد جماهيره باعتبارها هي أيضا جماهير كبيرة عددا ومقاما كرويا يعني. أكيد. يوم الأربعاء اللي جاي هو يوم القرعة عشان الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا، يا هنواجه سان داونز يا اما النادي الرياضي القسنطيني يا اما هوريا كوناكري. تفضل. عشان كده قلت لك يعني انا صاحب لك معايا استفتاء جماهيري صغير كده. لا، هوريا كوناكري يعني طلب الجمهور يعني. الناس متفائله وشايفه، وهو فعلا اقل ضراوه من الفريقين التانيين، مع ان سان داونز مش فريق عنيف لكنه فريق مجهد شوي. صحيح. يمكن شفنا في الفترة اللي فاتت دي قبل مباراة امبارح يعني مشككين كتير قوي، ناس كتير قوي بيعملوا زي ضغط نفسي على الفريق او على النادي الاهلي وعلى جهازه الفني والاداري وعلى اللعيبة، وبيشككوا في قدرتهم ان هم يقدروا يتجاوزوا فريق امبارح او مباراة شباب الثورة الجزائري امبارح. لكن النادي الاهلي كان رده بقى في الملعب مختلف تماما، 3 اهداف نظيفة يعني، اداء رائع طول اوقات اللقاء. وشفنا طبعا فنيا النادي الاهلي تفوق بفرق كبير جدا على فريق شباب الثورة الجزائري. شفت ده ازاي؟ منذ متى حصل غير اللي حضرتك بتقوليه؟ يمكن هي بقت في الموسمين اللي فاتوا يعني بزياده شويه، وعشان كده بنطالب كل الجماهير ان تعي دائما انه احيانا يقدم لها ما يثير يعني، مش عايز اقول الفتنه، لكن العراق على الاقل يعني. وبالتالي دي عاده برضو لكل جمهور الاهلي عارفها، ان التشكيك هو احد الوسائل التي يمكن ان تضعف من وجهه نظر المشككين يعني عنصر مهم قوي اسمه روح الفانيلا الحمراء. وبالتالي منذ متى ذهب الأهلي ولم يحقق المطلوب لعبا ونتيجة، أو على الأقل جهدا قبل لعبا ونتيجة بشكل مرضي لجمهوره وإدارته؟ ومن ثم تبقى الفقرة الأخيرة أن النتيجة تبقى في علم الغيب. ومن ثم ده كله مشهد
عارفه كلاكيت 100 مره هيفضل متكرر دائم مع الاهلي وكل الكبار حول العالم يعني. صحيح. طيب نروح بقى للدوري المصري الممتاز والنادي الاهلي وضعه دلوقتي في الدوري المصري. لو بصينا كده من اول يناير من ساعه ما جت التدعيمات الجديده للنادي الاهلي او الصفقات الجديده في النادي الاهلي شفنا اداء مارتين لاسارتي المدير الفني الاوروغواياني للنادي الاهلي، هنلاقيه فاز في 9 مباريات وخسر لقاء واحد، قدر ان هو يجمع 27 نقطه من اللقاءات دي، فاز طبعا على العديد من الانديه زي بتروجيت وانبي وانتاج الحربي والداخليه وجونه وسموحه والمقصه وادي دجله. طبعا هنسال او الناس كلها دلوقتي بتسال فرص النادي الاهلي ايه في الحصول او في الحفاظ على لقب الدوري المصري ممتاز. كالعاده يبقى الدوري دائما الاهلي والزمالك يعني الى ان تنشا قوى كرويه عظمى يعني. ربما شاهدنا فريق غني فريق متكلف لكن لا زال ليس بالقوى الكرويه العظمى يعني. ومن ثم اعتقد انه بس خلي بالك دايما هفضل يعني نقولها لجماهير الكوره انه فعلا من يملك فكره منازله الكبار ويعي يعني احتراف بيلاقيها فرصه، عشان كده قد تكون هناك نتائج غادره مع شرائح اقل حتى من الشريحه السادسه، مش هنقول بقى كلاس بي ولا سي كمان، لا يمكن ننزل لرقم 6 و7 يحقق طفرة قدام الأول. ليه؟ لأنه عاوز هو كمان يستمتع بشيء ما. صحيح. ألا وهو أن يفوز على الكبير، أن يصعد المسرح في ليلة فيها عرض أكيد. عظيم أكيد. أن يعرض في فاترينا هي الأهم في أهم ميادين كرة القدم وشوارع كرة القدم، أن يكون عقده بسعر مختلف تماما إذا ما أبلى بلاء حسن أمام هذا الكبير. صحيح. إذن الأهلي على مدار العصور مدرب أن يفقد أحيانا نقاط ثم يستطيع التعويض ثم تصاعدا إلى إما الفوز بالبطولة أو البقاء في الكادر المباراة الأخيرة، وأجيال كثيرة حضرت مباريات فاصلة، حضرت مباريات الرضاوي حتى قبل التي في، يعني تبقى على ودن الناس هنا وهنا لأن هناك من صحيح. استطاع أنه يحصل النادي الأهلي رغم أن الأهلي كان واقع مثلا بعشرة بونت لكنه لعب حتى اللحظة الأخيرة وملعبين ملتهبين هو ومنافسه الأبيض الزملكاوي أحيانا. الإسماعيلي يصعد فجأة برضه بعد ما واجه الكل الأهلي في موسم، فتجد يعني النادي الأهلي يلعب مباراة فاصلة بعد ما كان برضه عنده حوالي 8 نقط يعني تراجع. ومن ثم إدارة بتستطيع أن هي ده على مدار إدارات كثيرة تغيير ما هو موجود من بعض ما يحتاج التغيير، مش هقول خطايا أو أخطاء، تجدي على طول معادلة الفنيات شغالة لأنه الفنيات لها ناسها والإدارة لها ناسها، بتتعاظم الأدوار لما بتأتي الإدارة الفنية على الإدارة الإدارية على خلفية نجومية كرة القدم الحقيقية، مش زي أسيت وفقط لكنه زي أسيت ومدرب أيضا عامل بالإدارة، وده جزء مشابه بين الثلاثي هم الأهم من وجهة نظري. رحمة الله المايسترو كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة، والآن محمود الخطيب. صحيح. هذا الثلاثي الأكثر كفاءة إدارية رغم أنه على خلفية نجومية كرة القدم حقيقي. طيب لو اتكلمنا عن أهمية اللقاءات القادمة، أكيد كل لقاء مهم جدا وكل ثلاث نقط مهمين جدا للنادي الأهلي عشان يقدر يحافظ على اللقب اللي هو طبعا صاحب اللقب في المواسم الماضية. طيب. مباريات الأهلي هي مباريات كأس رغم أن البطولة صحيح. اسمها درع الدوري الممتاز أو البريمير ليج المصري لكنها مباريات كأس، حدثي ولا حرج. فاللقاء القادم لقاء نادي الزمالك والمواجهة المباشرة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك المتصدر ووصيف الدوري الحالي، شايف اللقاء ده أهميته عاملة إزاي؟ 6 نقاط مباراة ب6 نقاط بالإضافة بقى لعواملها يعني ما هو حولها الكلاسيكو العربي الأفريقي الأهم والأكبر، مباراة خاصة جدا جدا، مباراة بين كبيرين بيتنازعوا فيها دايما فكرة أن الانتصار انتصار مدوي. الأهلي اعتاد دائما في مباريات الأهلي والزمالك بيبقى فقل حسن عند جماهيره لما بيدخل وهو محتاج نقاط المباراة دي، دايما تلاقي جمهور الأهلي ما بيقلقش من الكلاسيكو ده بإمتى أو يقولك بكرة الديربي بتاعنا، ليه؟ لأنه بيبقى حاسبها دايما الأهلي كل ديربي بيدخله ومحتاج النقاط بيوفق في إحراز 3 نقاط، الخلاف المرة دي أنها مباراة الدور الأول وقد تكون فاصلة ب6 نقاط، لكن صحيح. الزمالك كمان لازالت لديه مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب، أعتقد أن معادلة النقط ملهاش دعوه بالفريقين يعني
هتتأثر كثيرا بنتيجة المقاولون العرب والزمالك. فكرة ترتيب الجدول الدوري الممتاز يعني. صحيح. نادي الأهلي بيضم بين صفوفه 11 لاعب محترف أو يعني احترفوا قبل كده أو خارجيا. صحيح. بضمهم أكيد شريف إكرامي، فتحي، ربيع، جمعة، صبحي، شيخ، سليمان، حمودي، مروان محسن، عمرو جمال. شايف ازاي الاحترافيه او تجربه الاحتراف الخارجي بره مصر بتاثر او بتنعكس على فريق النادي الاهلي؟ ما هو ده انا قلت لك مشهد الدكه امبارح او اللي انا بسميها بنك الاحتياط، لكن ما هم لازم يبقوا قاعدين على كراسي في الاهلي، مش هحطهم في خزنه باعتبارهم احتياطي نقدي يعني. هو ده المشهد، انه ما فيش حد يعني حنبوزه لا وبوزه، ولا حد زعلان، ولا حد مكفهر، ولا كمان رغم كل ما يمكن ان يكون قدمه ها هو حاسس انه اهم حاجه انه يبقى موجود جوه الملعب، لكن الاهم انك تبقى موجود في قائمه النادي الاهلي. مش حاجه بقى اسمها موجود جوه الملعب، دي مش شغلتك بقى يا صديقي العزيز. كلما كنت محترف اكثر تتوافق مع النادي الاهلي تحديدا اكثر، واعتقد انه ده دايما بيبقى اهم الاختيارات حين يريد يعني مسؤوله الاهلي ان يضم لاعب. هو عنده اللقطه دي ولا الحكايه بالنسبه له انه كبير بمهارته بموهبته وذاهب للكبير الأحمر؟ لا، لو كان من النوع اللي شايف انه انا لازم ضمن البنود حتى لو شفاهة ان انا ابقى موجود، شاكرين جدا يا فندم، ما ينفعش معانا الكلام ده. صحيح. الاحترافية بقى بتفيد النجوم بتوعنا في كده. انت شفتي اللقطات اللي قلت حضرتك عليها. صحيح. حتى ما اعتاهم احمد فتحي، لا تنسى انه لعب بالدوري الانجليزي وعاد، يعني مش قالوا له شكرا، هو الذي عاد يعني. ومن ثم اعتقد رمضان صبحي لما جه لو قعد ما عندوش غضاضه، شوف يعني تم شراء عقد حسين الشحات بكام، لكنه الولد بيتعامل ان هو بادئ الكره منذ ان دخل النادي الاهلي. هذا هو ما يفيد النجم المحترف، ان الطور الاحترافي ده بيعلمه اما يكون منضبط كعقارب الساعه او العقارب دي تتحول للدغو فيبتعد عن الساحه الحمراء اصلا. صحيح. طيب مقولة الأهلي بمن حضر، هل المقولة دي لسه سارية لحد دلوقتي ولا دلوقتي خلاص النادي الأهلي معتمد على تشكيلة أساسية ما يقدرش يجازف؟ لا ما هو بمن حضر، بمن حضر في التشكيلة ال11 بتبدأ هي التشكيلة الأساسية. هكذا كل الكبار، توتنهام، برشلونة، والكاس مع الفرق، لكن هم دول كبار الكورة. صحيح. يعني مصر في أوروبا يا جماعة زي مصر في افريقيا، زي اسبانيا في اوروبا، زي البايرن والمانيا برضه في اوروبا، الاهلي يماثل والزمالك يماثل، وبالتالي حدثي ولا حرج، هذا هو حال هذا الكبير، وبالتالي لو وقع منطق يبقى في مفصله اتفك، في مسمار انكسر. ليه؟ هو ده الحال الدائم، مش حاجه اسمها اساسي، في حاجه اسمها انت اساسي في قائمه مش اساسي في ال11. عشان كده بمن حضر زي ما قلت حضرتك، اما بالروتيشن او بتعويض اصابات او عقوبات اداريه. صحيح. طيب لو اتكلمنا عن اللعيبه اللي شكلهم اختلف او تم تطوير اسلوبهم وادائهم تحت قياده مارتين لاسارتي، انا طبعا اول ما بسال السؤال ده اول واحد بيجي في دماغي كريم نيدفيد. صحيح. من وجهه نظر حضرتك مين اللعيبه الاكثر اللي برزوا او اتحسن مستواهم او تقدم مستواهم او اختلف كمان تحت قياده مارتين لاسارتي؟ كريم نيدفيد، ايمن اشرف، السوليه بنسبه، رمضان بعد عوده يعني من انجلترا، اعتقد كمان مروان محسن دخل المساحه دي وبيتغير، محمد هاني ولا شك، محمد هاني بقى بيغطي تغطيات عكسيه وبينطلق مهاجما وحاجات كده، مش غير طريقته بالنسبه للي هقوله ده، لكن اضاف له علي معلول الحقيقه. ده سداسي واضح عليه إعادة صياغة بنسبة كبيرة يعني. صحيح. طيب خلاص بعيدا بقى عن النادي الأهلي، خليني أسألك عن قرارات الفيفا الأخيرة اللي قادت مبدئيا بزيادة عدد المنتخبات في كأس العالم ل 48 منتخب، وكمان استبدال كأس القارات ببطولة العالم للأندية اللي بتضم 24 فريق وبتقام كل 4 سنين. صحيح. شفت الكرة إزاي صناعة، وشفت الكرة إزاي ممكن تعمل دخل لبلدان تمارسها أو لمنظمات بتعملها لأنها تريد أن تدفع بها الى كامل العالم وما يبقاش في بلاد ما بتلعبش كوره. دي في الاخر صناعه مهمه، وعشان كده الدوله فتحت هذا الملف، واعتقد انه هناك حاله من الرضا بنسبه جيد جدا ان النادي الاهلي يسير
في هذا المعترك ما بين حلم التواجد الاحترافي وخروج لاعبين العالمية وبورصة كرة قدم حقيقية وكذا. وبالتالي واضح أن كرة القدم الصناعة ستكون واحدة من أهم الصناعات، إن لم تكن هتدخل مع الست صناعات أو السبع صناعات الكبرى اللي بيتحطوا في رنك الاقتصاديات القوية في العالم. وبالتالي ده مهم جدا جدا أن تعيه الإدارة الرياضية المصرية بقى. صحيح. الإدارة الرياضية صحيح. المصرية. خلينا نروح لنجمنا المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، والفترة اللي بيمر بيها محمد صلاح وتألق كمان ساديو ماني، هل تألق ساديو ماني ممكن أنه حاطط ضغط نفسي على محمد صلاح؟ مين قال كده؟ طب ما تقولي أن احنا وإحنا بنتكلم عن الكبير في مصر وأفريقيا النادي الأهلي قلنا أنه عندما يغلق على لاعب فلديك الورقة الأخرى. عندما غاب سادو ماني كان يحرز الأهداف مين؟ مو صلاح. صحيح. فيرمينيو. صحيح. وآخرين طبعا. وأعتقد أنه دي هي معادلة الكبار دائما، لديهم أوراق رابحة وتغيير في طريقة اللعب، تبقى الخطط الكروية مع كل مدرب معروفة نوعا ما، لكن إزاي ما بيقدروش يوقفوه يعني منافسيه، لأنه عنده أكثر من طريقة لتنفيذ خططه. والأهم لديه كتيبة، لديه موارد، لديه بشر اللي هم اللعيبة يستطيعوا تبديل وتوفيق كثيرة جدا في الملعب. محمد صلاح مع موسم احترافي كمان هيهدى شوية، لازال نبيلا يعني محترف خالص، محترف قصدي بأخلاق هاوية خالص يعني. لسه ممكن يتأثر لو شيماء زعلان انه ما جابش جون او ما فرحهاش او اصلا، بس يمكن ده ما كانش كلامه. يمكن كنا انا وبعض الزملاء العالميين معاه الاسبوع اللي فات، وقال يعني سالته سؤال قلت له ازاي بتقدر انك تخرج نفسك او تخرج نفسك من الضغط النفسي اللي بتتعرض له وانت مطالب انك في كل مباراه لازم تحرز هدف. فهو رد قال اول حاجه بعملها اني ببتعد تماما عن السوشيال ميديا وبهتم. هو بيقول لكم ده اللي بدا يتعلمه مش اللي كان شغال عليه. عشان كده قلت لحضرتك ايه، موسم احترافي اخر وتجدي صلاح مختلف تماما. هو الوقت اختلف انه بقى ضمن ثلاثة كبار في العالم. صحيح. هيختلف تماما بقى، مش فكرة مش عايز يسعد الجمهور. لا، مش هيخلي الفكرة دي تشغله وهو بيلعب. صحيح. يعني مش يعني هيخلي دي في الاخر برضه بتحط عليه ضغط وتوتر. ايوه، مش هيخلي حاجة في ودانه اوعى الناس تزعل، اوعى الناس تزعل، خلاص هيبقى في قطن بقى في ودانه بعد كده. هذه هي احترافية عالية على فكرة، مش تناحة يعني، مش هيتقلب لوح ثلج، لا خالص، لكنه سيكون أكثر احترافية. وهو ده الذي سيصل إليه محمد صلاح إن شاء الله، إنه لعيب راجل، لعيب مجتهد، عاد الحقيقة صياغة نفسه وتوافق مع ثقافة مختلفة وتواجد مع شوارع كروية أخرى، ولكن بأخلاقه بعاداته وتقاليده. صحيح. أستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التنفيذي أو التحرير التنفيذي لموقع أو لليوم السابع، نورتنا النهاردة أكيد في كلام في الميديا، وكالعادة بستمتع بوجودك معنا في قناة النادي الأهلي. مشاهدين، انتهت النهاردة حلقتنا في كلام في الميديا، أشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة الساعة 5 مساء، ويوم سعيد على حضراتكم.